العيله وابو العروسه، وان انت ما كنتش متحمس قوي للمسلسل في الاول حسب ما انا قريت، ما اعرفش صحيح ولا لا، لكن مجرد ما اشتغلت لقيت نفسك جوه عيله جميله جدا وبقيت مبسوط قوي. بالظبط بالظبط. في نفس الوقت عشان نحط الحاجات مع بعضها كده تبقى ماشيه كده شروه واحده تاخدها. وفي نفس الوقت انت يعني اتجوزت اكتر من مره، مرتين يعني، ده شيء عادي، لكن حاليا دلوقتي عايش مع اولادك، عايش لوحدي مع اولادي، مفتقد يعني العيله. يعني مفتقد كلمه العيله. فكل ده مكتوب كجاوب زي ما انت عايز. بالظبط. انا لما اتعرض عليا ابو العروسه كنت شايف ان المسلسل بسيط خالص وبطوله، وانا اساسا بخاف، يعني انا يعني مش عايز اتحمل مسؤوليه مسلسل كامل وانا بطله وحاسس ان هو خفيف او مش هيسند او بتاعه هكذا. وبعدين اشتغلت، فانا من خلال المسلسل دوت انا شفت امي وشفت ابويا وشفت خالتي وشفت عيلتي وشفت من وانا عيل صغير عمامي وخلاني وكلهم متحوطين ومتلميين وبنروح لبعض، يقعد روح لخالك يقعد روح لعمك يقعد روح مش عارف، كل ده كان موجود في المسلسل. انا رجعت لي حياتي القديمه من خلال المسلسل دوت، ويمكن كان جزء من سبب ان انا قررت اخد قرارات ان انا لا، مش دي الحياه اللي انا عايشها مظبوط، انا الحياه دي اللي انا بتمناها واللي انا مش موجوده وخلاص وحصل خير، بس هو ده اللي انا عايزه. عشت طول تصوير ابو العروسه وانا جوه اسرتي اللي انا شايفها وانا صغير. طب وانت كبير ليه مفتقد المعنى؟ وانا كبير يعني يعني يعني, يعني, يعني ما بقاش سيد رجب عايش في العيله ان هو يتمناها. صحيح عندك اولاد ربنا يكرمهم. انا طبعا زياد عندي اولاد واخوات. بسمه ولا نسمه؟ زياد. بسمه. زياد وبسمه. وعندك حفيدين، هنا ونوح. ونوح. يعني عنده فزاع. ولد وبنت. فزاع. ها؟ وانا ونوح. لكن بتعيش لوحدك. لان انا كنت وانا صغير كان كل ده حواليا انا. يعني هنا دلوقتي انا واثق لما تكبر هتشوفنا حواليها برؤيتي دلوقتي لاسرتي لما تمام كنت بشوفها. تمام. لان كلنا حواليها دلوقتي، كل واحد عايش، بنتي عندها جوزها وعندها عيالها وعندها تدريبات الاولاد والمدارس وبتاع وهكذا، ابني نفس الموضوع عنده. صحيح. عندهم حياتهم. بالظبط عندهم حياتهم. اخويا نفس الموضوع. فانا بقيت عايش شويه لوحدي، انما فكره العيله لقيتها في مسلسل ابو العروسه، ولقيت مش اللي انا مفتقده، لقيت حياتي اللي انا كنت بحبها وطلعت عليها ونشأت على اساسها. تمام. بس انت حاليا بيبقى عندك وقت كتير عايش فيه لوحدك. وهل انت في سن معين بحيث ان الوحده دي حاجه كويسه؟ والله مش حاجه كويسه. مش طبعا ولا حاجه. طبعا. تمام. مش حاجه كويسه طبعا. والواحد بيتمنى تكون خاصه فيه. بقى نكمل السؤال، ان الاستاذ سيد كان حبيب على الاخر ولا مازال؟ مين ده مين اللي كان ده؟ هو حد يصدق؟ هو حد يصدق؟ وعندك قصه حب بقى بنت الجيران في سيره زينب، كنت بتغني لها اغاني عبد الحليم حافظ. طبعا. صح طبعا. طيب طبعا. فيعني عشان انت كنت حبيبه كده. لا ما كنتش حبيب ولا حاجه، بس كل الشباب حبيب. مروا بتجارب بسيطه وعبيطه وبتاع وحاجات كده. لا مش دي القضيه، بس القضيه ان يعني ما فيش دلوقتي امكانيه للحياه ديت، وانا فعلا دلوقتي سعيد بالعيال الصغيره ونفسي يشوفوا اللي انا شفته وانا عيل صغير. فعمال بلعب معاهم وبهشتكهم وبتاع وحاجات كده. بتلاقي فيهم حاجات كتير. طبعا 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 بلاقي فيهم حاجات كتير. ولما لأول مرة أنا كنت ببقى فرحان، أنا ببقى فرحان لما بلعب معاهم وهم يتجاوبوا. لأن ممكن نوح يقول لي نو خلاص. سمعت بتقول لك يا حبيبي. خلاص نوح خلاص. ربنا يخليهم.
يعني الحياة الأسرية شيء جميل وبيعمل توازن للإنسان، وأنا الحمد لله أن ده عمل لي توازن من وأنا صغير لغاية ما كبرت. لما أفتقده دلوقتي أنا مش مفتقده ولا حاجة، أنا عايش ولاقيه وكل حاجة. ولما بتزني قوي تدور على دور تعمله وتحلت المشكلة. بالظبط كده، خلاص بالظبط بالظبط. صحيح صحيح. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.